هي اللهجة البدوية اللي أنا أفتخر وأعتز فيها. طبعا الله يخليك، طبعا من دون عنصرية، بس كل بني آدم بيحافظ على عاداته وتقاليده. طبعا موجود عندنا غنم وموجود عندنا خيل، ويمكن تأخرنا هاي الشغلة اللي تأخرت عليك عشان يقدر البني آدم يتمسك بلونه ويتمسك بطبيعته. طبعا اتحاربنا كثير، عشان هيك أنا يمكن مجال أكثر إشي بالشعبي والنبطي. بس أنا طبعا زي ما حسيت، وطبعا إحساسي دائما يجي 100% لأنه مستشار أبوي، فأحس إنك إن شاء الله بإذن الله في لك مستقبل مزدهر وإشي منيح، وإن شاء الله للأمان يا رب. بالنسبة للقصيدة رائعة، يعني الكلمات رائعة جدا، لكن نصيحة لك، يا إما بتعتمد على الفصحى يا إما بتحقق العامية لحالك، أما تخلط الاثنين مع بعض خليك الشعبي، خليك على الشعبي أو خليك بالفصحى. لا، ألف شعبي وألف فصحى، لكن من ضمن القصيدة نفس القصيدة تحط فيها كلمات عامية وفصحى مش كويس، بس لك مستقبل بإذن الله. الآن مع الزميل الصاعد والبادئ جديدة في مجال الأدب، أمجد الشناوي في قصيدته وطن الضائع. وطن الضائع، يا حلما يراودني كل مساء، أحضره في ذاكرتي دون ملل أو أرق، ألونه بحضن السماء وأرسمه لحنا على ورق. وفي صباح كل يوم أراك حلما غير مكتمل، أجسد خيالك كنجم أو قمر، وأعزف ترانيم صوتك كنجم على وتر، لعلني أستيقظ من ذلك الضياع، فما أنا سوى مرآة سيدتي، أرى في وجهك عالما يبحث عن حب وسلام، عن عشق لم ترمه الكتب والأساطير، عن طريق ترسمه لي الأيام، فما أنا سوى سجين وسرت في عينيك اللتان أرى فيهما وطنا أضعته منذ سنين. قلت في نفسي سأحاول أن أكتب فيك الشعر، وعندما حاولت فشلت، فأنت كلاما لم يكتب، أنت كلاما لم يكتب، أنت لحن يخيم في زكاك الذاكرة، وفي كل طارة أسمعه أطرب. سيدتي، ما أنا سوى عاشق رائع، لقد سئمت من المنفى، فهل لي بتذكرة سفر أو تأشيرة دخول إلى وطن الضائع بالعين.